الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم حديث القرآن عن ليلة القدر في سورة القدر، هذه السورة المباركة التي نوه الله سبحانه وتعالى بشأن القرآن العظيم فيها ومنزلة القرآن وقدره وشرفه، وبين كذلك عظمة هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن نور الله للعالمين. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة الجليلة هي إحدى ليالي هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي نؤدي فيه ركن الصيام، كما بين الله تعالى في سورة البقرة نزول القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى نهاية قول الله تعالى. واللي نزل فيها القرآن على سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد بغار حراء، والتي نتطلع جميعا لبلوغها وبلوغ القيام فيها في العشر الأواخر، والذي دلنا على ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح عنه أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للإمام البخاري في صحيحه: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وصف هذه الليلة العظيمة بأنها ليلة القدر، معنى القدر في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر بمعنى الشرف والعظمة. زي مثلا لما تقول لفلان، أو بيقول فلان لفلان مثلا: لفلان عند فلان قدر، أي له منزلة رفيعة، يعني له وضع، أي منزلة رفيعة وشرف عظيم ووضع مميز، فسميت هذه الليلة المباركة بذلك ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، إذ هي الليلة التي نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك كريم ذي قدر على رسول ذي قدر صلى الله عليه وسلم، لأجل إكرام أمة ذات قدر. هذه الأمة يزداد قدرها وثوابها عند الله تعالى إذا ما استجابوا وأقاموا هذه الليلة، وقاموا بحق هذه الليلة، وأحيوا تلك الليلة بالطاعة والعبادات لأجل الله أو في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وطمعا في مرضاته ورجاء الثواب من عنده سبحانه وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر، تعبير الديني أو يفيد التعظيم والتفخيم اللي حفت به هذه الليلة المباركة، التي من حرم خيرها فقد حرم، حرم الغفران الشامل اللي سيفوز به من قام بإحياء هذه الليلة إيمانا واحتسابا، عشان ينال الجائزة الكبرى بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ويصح كذلك أن يكون المراد إن أنزلناه في ليلة القدر، بكلمة القدر يكون معنى القدر، يصح كذلك هنا أنها تكون بمعنى التقدير، لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء تقديره للخلق،
قال تعالى في سورة الدخان: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل إنه وورد إنه بتبلغ فيها الملائكة في هذه الليلة بالأقدار. طبعا عالم الملائكة عالم عظيم وكبير، في جزء من عمل الملائكة متصل بعالم الإنسان، فبتبلغ الملائكة بالأقدار والأرزاق والآجال الخاصة بالعباد وبالبلاد لمدة عام مقبل، كل على وفق ما هو مكتوب ومحفوظ في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ورد بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة، إن الملائكة بتعلم بتعرف الآجال والأرزاق وكل ده لمدة عام. الآجال وكل ده الملائكة اللي بتعلم ليها علاقة بالعمل معنا، لأنه الملائكة ليها وظائف في جزء في عالم الإنسان وفي جزء في عالم الطبيعة. فاسم هذه الليلة المباركة بالقدر، بمعنى القدر، ليلة القدر، لو كان من التقدير أو من العظمة والشرف، الحقيقة إن كلا الاسمين بيتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم، حدث بدء نزول القرآن والوحي والرسالة. وخصوصية إنزال القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، والضمير هنا في الإشارة فيه وأنزلناه يعود إلى القرآن، أنزلناه هذا الضمير يعود إلى القرآن الكريم. المراد بإنزاله يعني ابتداء نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من المعروف أن القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما ومفرقا في مدة حوالي 23 سنة تقريبا. ويصح أن يكون المراد بهذا الأمر أو ورود المعنى الثاني، أنه يصح أن يكون النزول هنا أي أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما يعني متفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ورد عن ابن عباس وغيره إن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 أو في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر هي من خصوصيات الأمة المحمدية. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة عميمة الفضل، كثيرة الخير، شريفة القدر، عظيمة الأجر. الفائز حقا هو من يوفق لقيامها وإحيائها، والخاسر حقا هو من يتشاغل عن هذه أو عن إحياء هذه الليلة بأمور ليست لا هي من حقوق الخالق سبحانه وتعالى ولا هي من حقوق المخلوقين. من بركات هذه الليلة إنها خير من ألف شهر، يعني أي من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وإنما الكريم سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة المباركة كما ذكر بعض أهل التفسير لما ورد في موطأ الإمام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس من قبله، شاف النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أعمار الأمم قبلنا، يعني عمر الناس قد إيه، ما كانش بقى زينا دلوقتي، كانت أعمارهم طويلة بالمئة وبالمئتين وأكتر من كده، وكانت في بداية الخلق أطول وأطول يعني، وقد كانوا يعمرون وحياتهم بتطول. فكأنه عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته، لأنه هو خيركم من طال عمره وحسن عمله وعمله، يعني لما الإنسان يطول عمره ويعمل الصالحات ده في ميزان حسناته. فالنبي تقاصر أعمار أمته، لأنه هو دايما كان يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وفي القليل اللي حيجاوز ده يجوز ذلك، يعني يعدي هذا ممكن يوصل للتسعين والمية القليل من هذه، لكن متوسط أعمار أمة النبي ما بين الستين والسبعين. فالنبي تقاصر أعمار أمته
وخشى ان هم ما يبلغوش من الخير ما بلغته الامم السابقه، لان كانت اعمارهم طويله من الصالحين اللي كانوا فيه. فانزل الله عليه سوره القدر يبشره فيها ان قيام فرد من امتك لهذه الليله القدر فيها يعدل عند الله بعباده 1000 شهر. واسند الامام مالك في موطئه هذه الروايه لمن يثق به من اهل العلم. هذه الليله يعني عطيه الهيه للامه المحمديه منحها الله تعالى لها، يتضاعف فيها ثواب العمل ويكثر فضل الله فيها على عباده، ويعم النور، يعم النور هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها البركات. ربنا قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فلنتعرض لنفحات الله بالإقبال عليها. هذه الليلة السلام، هذه الليلة النور، هذه الليلة التي تتنزل فيها البركات، أين نحن منها؟ لابد أن الإنسان يتعرض لعطايا رب العالمين سبحانه وتعالى والنفحات اللي بيديها لنا في أوقات شريفة بينتخبها ويشرفها ويعظم الأجر فيها ويبارك العمل الصالح فيها. فضل العمل في ليلة القدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه صلى الله عليه وسلم اختصاص العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم بمزيد عناية في العبادة، طلبا لما فيها من الخير، وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم عشان يجتهدوا من أجل الاجتهاد في طلب ليلة القدر، التطلع أن الإنسان يكون من أهلها. وارد في الحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان النبي يعمل إيه؟ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. اجتهاد وجد في العبادة، مش بس هو وكمان يوقظ أهل بيته لإحياء هذه الليلة المباركة. عميت علينا الليلة من أجل أن نجد في العبادة في هذه في جميع ليالي رمضان، وعلى وجه الخصوص في العشر الأواخر. وقد كان يراغب صلى الله عليه وسلم في العمل في هذه الليلة وقيام هذه الليلة بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وكل ألوان العبادة والطاعة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني نضم الروايتين لبعض يبقى غفر ما تقدم وما تأخر للإنسان. فيعني أحيوا الليالي طمعا في طلب الغفران والعفو. بس مش أي إحياء، ومش أي إنسان حيفوز بهذه المغفرة سواء السابقة أو اللاحقة، إنما من قام هذه الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يعني إيه إيمانا؟ الإيمان يعني التصديق، يعني مصدقا بكل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى، بكل خبر جالك وبالخبر الوارد في شأن ليلة القدر التي تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة التي تفيض بالنور، تفيض بنور القرآن العظيم بدء نزولي، لأن هي الليلة التي بدأ نزول القرآن فيها على سيدنا ومولانا محمد. هي ليلة النور التي تفيض بالنور، نور الملائكة الكرام وعلى رأسهم الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومعهم القرآن الكريم بإذن ربهم في هذه الكوكبة العظيمة من الملائكة الكرام، احتفاء بهذا الحدث العظيم وهو إفاضة النور، إفاضة هذا النور على الوجود كله. وتصديقا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بأن من أحياها غفر له ما تقدم من ذنبه، تصديقا بكل ما يخبرك به الوحي، لأن ده كله غيب وأنت تؤمن به. والله امتدح أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. فقيام العبد لهذه الليلة
هو استحضار لهذه المعاني الجليلة اللي اشتملت عليها هذه الليلة المباركة تصديقا إيمانا. وده يعني الوحي الشريف يريد منا في جميع توجيهاته إن الإنسان وهو بيأدي ما هو مطلوب منه ما تبقاش صور بتتحرك وأجساد تتقلب في صنوف العبادات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد قلوب تنبض بحقائق العقيدة، وهذا الربط ما بين العبادة وما يعتقده القلب عشان يجعل العبادة هي الوسيلة لإنعاش هذه الحقائق في القلوب والوجدان، فيمنحها الحياة في النفوس والقلوب وتترجم إلى سلوك واضح في حياة الناس. أنت تقوم إيمانا بها إحياء ليلة القدر واحتسابا، أي ترجو الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. يعني المراد بالقيام في ليلة القدر إحياءها بكل ألوان الطاعة، بالتهجد، بالصلاة، الذكر، استغفار، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله، قراءة القرآن الكريم، والدعاء. والدعاء خلي بالكم، آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جت في قلب أحكام وآيات الصيام في سورة البقرة. ودي إشارة إلى أن احنا نلتمس كثرة الدعاء وإحنا بنأدي هذه العبادة العظيمة وهذا الركن الجليل. وفي إشارات أخرى أن دعوة الصائم لا ترد أثناء صيامه إذا حافظ على صيامه وأثناء ساعة فطره، فهي أيضا مما تؤكد على أن إحنا نركز وإحنا في العبادات اللي بنقوم بيها على كثرة الدعاء. وورد ذكر مخصوص كذلك دعاء عن أمنا، ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ لو أنا عرفت ليلة القدر دي إمتى أقول إيه؟ النبي قال لها إيه؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والله تعالى من أسمائه العفو، وهو الذي يتجاوز عن سيئات عباده، الماحي لآثارها عنهم، العفو يعفو يمحي ويكتب للإنسان السلامة. وهو يحب العفو، يحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن أن يعفو العباد بعضهم عن بعض. فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم جل جلاله بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته سبحانه وتعالى. وابن القيم قال معنى جميل جدا في الموضوع ده، بيقول: إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت، وده من طبائع حياة البشر إن إحنا في مرادفات وفي أشياء كتيرة جدا بتزاحم الإنسان في وقته، فبيقول: إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك الحوائج، حوائجك يعني، فاجعل كل دعائك أن يعفو الله عنك، فإن عفا عنك أتت حوائجك إليك. العفو باب لاستقبال الخيرات، محو الذنب والمغفرة من الله، يأتي بعد كده الرضا منه سبحانه وتعالى. العبد لازم يلزم مقام طلب العفو على الدوام. ولذلك كان من عهد بعض السلف الصالح كان يقول: إذا اللهم إن لم ترضى عني فاعف عني. فهو ربنا سبحانه وتعالى لما بينعم على العبد بكمال المعرفة يلزم على طول باب أو منزلة طلب العفو من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو حظى بالعفو ولازم ذلك رفع الله قدره وأعلى من شأنه وغفر ذنبه وأعطاه كل ما يريد.
فاللهم يا ربنا اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وارزقنا أجرها وفضلها وخيرها وأنوارها وأسرارها وفتوحاتها يا الله يا كريم، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأدخلنا اللهم الجنة من باب الريان بسلام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مرحبا بحضراتكم. بينما يقف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها متعرضين لنفحات ربهم الكريم في هذا الشهر المبارك الجليل، متحرين ليلة القدر لكي ينالوا الثواب الجزيل ويفوزوا بالأجر الكثير في هذه الأيام والليالي العشر المباركة، إذا بالعدو الغادر والمحتل الغاشم يستبيح بقعة من أطهر بقاع الأرض، ألا وهي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، ويقوم بالاعتداء على المصلين هكذا، ولا يراعي بذلك لا حرمة إنسان ولا حرمة مكان ولا حرمة زمان، ولا يراعي بذلك لا أعرافا ولا قوانين ولا أي شيء ولا شيئا يمت إلى الإنسانية أو الأخلاق أو الدين بصلة. سيظل الشعب الفلسطيني الكريم الأبي المناضل يضرب المثل للعالم بأسره، للعالم أجمع، في مواجهته للغطرسة الإسرائيلية الظالمة. بل ويقولون الشعب المناضل الفلسطيني، يقولون مع صبيحة كل شمس وقدوم كل ليل: إنا باقون في أرضنا، إنا باقون، ما بقيت آيات الإسراء وما بقي اللوح المكنون. وصدق الله حين قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في الكتاب، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق ربي، صدق الله العظيم. أيها الأحرار الكرام من أهل فلسطين الأعزاء، كونوا صامدين، فإن غدا لنظيره قريب، ويومئذ ستفرحون بنصر الله إياكم، وستبقى أبواب القدس مفتوحة ولو كره المجرمون، ستبقى أبواب القدس الشريفة مفتوحة ولو كره المجرمون. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن توحد شملنا وأن تفتح لنا. اللهم افتح لنا
وأن تنصرنا، فإنك خير الناصرين. ونسألك يا لطيف أن تحفظ إخواننا المرابطين في وجه عدوهم من كل مكروه وسوء، وأن ترد عنهم كيد الكائدين، وأن تدفع عنهم شر كل ذي شر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وكذلك الأرقام الخاصة بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مع دوام التنبيه إنه حضراتكم تنتبهوا من الصفحات المزيفة الكثيرة اللي بتتعامل مع حضراتكم، على إني برد بصفة شخصية وهذا غير قائم. الحقيقة إحنا بنرد من خلال برنامجنا قلوب عامرة. يا أستاذة ريحاب. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. يا دكتورة، عندي سؤال. لو أنا دخلت صلاة جماعة في الركعة الأخيرة، في لحظة الجلوس للتشهد، يعني أنا حضرت من الركعة الأخيرة في صوت مخليني مش مركزة في السؤال. أنت بتقولي نعم؟ في صوت جنبك مخليني صوتك ضعيف معي. أنت بتقولي دخلتي، ابعدي بس عن التلفزيون بعد إذن. أنت دخلتي صلاة الجماعة؟ أيوة. كنت مسبوقة يعني. في لحظة الجلوس للتشهد الأخير، أنا بقعد مع بعض المصلين، هما بيقولوا التشهد الأخير وأنا بستنى بعد ما الصلاة بتخلص، أنا بقوم أكمل صلاتي. في الجلسة دي أنا بسكت ولا بقول زيهم التشهد؟ حاضر. يا أستاذة عائشة. أستاذة عائشة، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيبه وحضرتك بالف خير وسلام يا رب. بقول لحضرتك يا دكتوره، اتفضلي يا فندم. في وديعه في البنك، ماشي. الوديعه دي انا سمعت قبل كده فتوى ان ما بيطلعش عليها زكاة، زيها زي الارض ما بيطلعش عليها زكاة. بس اللي بيطلع منها، العائد اللي بيطلع منها انا بدفع عليه 10%. ان تطلعي 10% على الارباح يعني. انا بطلع 25 والله كمان. لا، ما انا هفهم حضرتك يعني الاجتهاد ده سببه ايه والاصل ايه والاجتهاد ده اللي موجود والمعمول بيه ايه، وحضرتك تشوفي الوقت. فانت عايز تسالي انك تطلعي 10% ولا تطلعي على اللي هم 2.5%؟ لا، انا عايزه اعرف صحيح في زكاة اللي هو اسمه ايه ده، وان الوديعه ولا ما فيش؟ ايوه، ما هي المساله كلها خاصه بهذا المال اللي انا قافلاه عشان حاجه معينه. طيب، حاضر يا ست. طيب، عائشه. وبالنسبه بقى لكام سنه فاتوا ما كنتش بطلع طبعا. يعني انت عليكي سنوات كان المال بالغ النصاب وانت ما كنتيش بتخرجي؟ ما يمكن المال ما كانش بالغ النصاب. اللي هي الوديعه ما كنتش بطلع عليها، لكن سنوات. اللي بيطلع منها بطلع عليها على طول. حاضر. ماشي. حاضر. يا أستاذة هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. نعم، وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير وسلام يا رب. تفضلي يا فندم. سيدة ست الأول، لو سمحتي أثناء الصلاة بتكون إزاي؟ إنه إيه يا فندم؟
سجدة التلاوة، لو أنا بصلي يد المصحف فسجدة التلاوة بتكون إزاي أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة، حاضر. تفضلي لو في سؤال تاني. اللي هو في على النت نزل إن هو في صلاة بتصلى في آخر جمعة في رمضان، هي بتعادل للناس اللي هي بتفوتهم صلوات بتعادل 400 سنة أو 1000 سنة على كلام سيدنا علي بن أبي طالب. فكنت عايز أعرف الصلاة دي بتتم في نهار رمضان في نهار الجمعة يعني الجمعة. معلش إنه في، وأنت سمعتي إن بيقولوا في صلاة أنت بتصليها في آخر جمعة في رمضان بتكفر للي ما صلاش يعني قبل كده؟ اللي بتفاته الصلاة فبيصلي الصلاة دي، بتكون الصلاة اللي هي سورة الكوثر والقدر اللي هو 15 مرة 15 مرة في كل ركعة الأربع ركعات. فأنا كنت عايزة أعرف حقيقة الصلاة دي إيه، لو فعلا بتتصلى في جمعة في النهار الجمعة ولا في ليلة الجمعة كمان. حاضر، شكرا. يا دعاء. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، ازيك يا أستاذة دعاء؟ هو سؤال صغير جدا وهختصر فيه. اتفضل. أنا كنت مطلعة فلوس زكاة المال بعتها مع بنتي، وهي مع بنتي في نفس البيت ده، البيت دوت كان فيه يتامى. المهم الفلوس دي اتسرقت في نفس البيت. هي دي كانت طالعة بنية زكاة المال. في الحالة دي سقطت من عليا فلوس زكاة المال ولا ما سقطتش؟ حاضر حاضر، متشكرة جدا. حاضر، اهلا يا ام ادهم. ست ام ادهم. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا يا ست ام ادهم عشان الوقت. لو سمحت يا دكتوره نادي، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال حضرتك عن المسابقات اللي هي بتحصل في رمضان، اللي هي بنبعت رسائل طبعا على البرنامج وكده، فانا سمعت ان دي ممكن تكون ربا، فأنا عايزة أتأكد هل ده حلال ولا حرام؟ وفي سؤال تاني يا دكتورة، أنا عايشة ببيت عيلة، فالمهم إني كنت أنا ومعايا سلايف يعني في البيت وحماية. أنا عايزاكي قولي لي السؤال، وأنا لو احتجت أسأل على حاجة هسأل سيادتك على طول. قولي لي بس أنت إيه السؤال؟ دكتورة، أنا كنت ماسكة اللي هو المصروف الشهري للبيت. فكان طبعا اوجات بتحصل ظروف ماديه، فجوزي هو اللي بيتصرف وبيدفع، فلي اخ طبعا ما كانش بيساعد معاه. انتوا الوقت فجت مره الفلوس اللي هو بيدفعها. معلش يا ام ادم اسمحي لي بس، هتقولي التفاصيل تسنيم، هتقولي في الفاصل اذا كان هنلحق النهارده نجاوب ده ولا مش هنلحق. تمام، هنطلع ان شاء الله لفقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة، وان شاء الله بعدها نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، مرحبا بحبايبي الحلوين في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. النهاردة إن شاء الله هنكمل قراءة سورة العلق بإذن الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى.
عبدا إذا صلى، عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى، أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، فليدع نادية. سندع الزبانية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وطبعا احنا عندنا موجود في نهاية السورة سجدة الايه؟ سجدة التلاوة عند قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب احنا هنا مشروع يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومستحب ان احنا نسجد لما نشوف سجدة التلاوة دي سنة. ايه ان مستحب للقارئ وللمستمع ان هو لما يسمعها يسجد سجدة التلاوة، ومستحب كمان ان هو يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول سجد، مين اللي حافظ؟ سجد ايه؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمع. أنا اللي أشاور له يقول اللي أنا ما أقول، ما قلت لكش أقول، ما قلتش لعبد الله يقول. والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام واللي روته لنا أم المؤمنين السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وعليها الرضوان، إن النبي كان بيقول في دعاء سجدة القرآن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإحنا على طول بقى بنسجد هذه السجدة عشان ناخد الثواب عليها. طب لو ما سجدتش خلاص لا يوجد عقاب على من ترك، لأنها من السنن من المستحبات. طيب لو أنا مش حافظ الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله، أقدر إن أنا أقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، لو أنا مش حافظ الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله. من الأفضل لو أنا هسجد السجدة دي خارج الصلاة إن أنا أكون على وضوء. طب لو أنا مش على وضوء ما فيش مشكلة إن أنا أسجد على الهيئة بتاعتي، بس أستقبل القبلة وأستر العورة عند قول لبعض أهل العلم. يلا بينا عشان نسجد سجود التلاوة. الله أكبر. أحسنت، أحسنت يا ساد وحنين، استقبلت القبلة وسجدت السجدة. اللي حافظ الدعاء هيقوله، اللي مش حافظ الدعاء يعمل ايه؟ هيقول سبحان ربي الأعلى. يلا بينا بقى يا شيخ عبدالله عشان نقرأ بعد ما وضحنا الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يلا يا محمد. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى.
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لا لا نسفعا بالناصية. بالنا مش نا. بالناصية. أحسنت. ناصية كاذبة لا خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية في إخفاء هنا. ناصية كاذبة خاطئة يعني عندك ناصية ده إخفاء تمام وبعديها كاذبة هيبقى عندك إظهار النون بتاعة التنوين نون التنوين تاني ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. يلا يا شروق فل فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطع كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب مش واقترب واق واقترب واقترب في حاجتين يا شروق لا تطع 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 تاء مضمومة والطاء عندك مكسورة والتاء رقيقة والطاء فخمة فأنا هنتقل من رقيق لفخ تو طي تو طي معايا قولوا معايا تو 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 طي تو طي تو طي تو طي أيوة يبقى أنا اتنقلت من التاء الرقيقة للطاء الفخمة اللي هي مكسورة هي حرف فخم لكن مكسور فما أجي أنطق تطعه تطعه تطع معايا أحسنتي تطعه 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 كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب عايزة وداني كده تستمتع بنقلتكم من التاء للطاء برقة كده بنسيابية كده بنعومة فلازم أن أنطق التاء تو رقيقة وطي الفخمة في الطاء وتنقل من الرقيق للفخم بنعومة ده يجي بكتر الإيه التدريب لا غير ما أقول طوطعه وخليتنا التاء طاء والطاء تاء لا كلا لا تطعه تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب ما شاء الله شروق كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب مش واقترب 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 أحسنتي وخلي بالك من تفخيم الطاء شروق تدريب هلاقي نفسي بقيت كويس يلا يا حنين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 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 القاف عندي حرف من حروف القلقلة بالتقوى بالتقوى لو ما عملتش اضطراب في القاف مش هتبان القاف يبقى لازم أدي القلقلة للحرف أقلقل الحرف يعني أعمل اضطراب في نطقه بالتقوى بالتقوى جميل أرأيت يا ساد إن كذب أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب يا أنس أرأيت إن كذب وتولى ألم وتولى وتولى ألم يعلم بأن ألم يعلم بأن
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا. يا عم أنس ما فيش ياء هنا، في هاء مكسورة. ينتهي. أيوة ينتهي لنا، ينتهي لنا، ينتهي لنا نسفعا، ينتهي لنا نسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. أحسنت، هنتنقل بقى لسلمى. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وس جد، واسجد واقترب. وق تريب، واقترب. أحسنتي، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. مرحبا بحضراتكم. كان معانا سؤال الأخت رحاب، بتقول أنا لو دخلت في صلاة الجماعة وكانت هي مسبوقة في الصلاة، يعني الإمام واصل خلاص للتشهد الأخير، فهي بتقول أنا وصلت وكبرت ودخلت في التشهد، لحقتهم في التشهد الأخير في آخر ركعة، وبعدين بتقول هل أنا أقرأ معاهم التشهد ولا أقعد ساكتة وخلاص؟ لا، اقري التشهد عادي، يعني تقرأي مع الإمام التشهد زيك زي المأمومين اللي وراه، ثم تقومي وتأتي بما فاتك من ركعات أول ما هم بقى بيسلموا، تكملي أنت صلاتك عادي. الأستاذة عائشة بتسأل عن الودائع البنكية الشهادات وكده، وأنها سمعت عن الفتوى اللي هي بتخرج 10% على الأرباح قياسا يعني على الأرض الزراعية، وبتقول أنا لسنوات لم أكن يعني أخرج الزكاة عن هذا المال. يعني زكاة الودائع البنكية، الفتوى دي مبناها كده، زكاة الودائع البنكية إذا كانت للمعيشة ويضر صاحبها الأخذ من أصلها، بيبقى بياخد بالفتوى دي يطلع 10% على الأرباح اللي بتجيله، والسنوات اللي فاتت دي هتبقى في ذمة حضرتك، هتحسبيها تكبي بقى كشف حساب من البنك وتشوفي إيه اللي كان عندك وفلوسك إمتى يعني كانت بلغ النصاب، وتبتدي تحسبي إيه اللي عليك لو هتاخدي بهذا القول. ولو انت طلعت ده على شكل مراحل واقساط، يعني انت على حسب المتاح بالنسبه لك. هذه الفتوى يعني طبعا هناك من اهل العلم من توسع في العمل بها، فقال دي يعني تستعملوها في مساله الودائع البنكيه، لكن احنا بنقول لحضراتكم خلينا في ان احنا بناخذ بهذه الفتوى حينما يضر الانسان الانتقاص من اصل المال اللي هو قفله شهاده، يعني هو عامله وديعه قفله شهاده ويضر الانتقاص من الاصل ده،
فجاء هذا الاجتهاد الطيب من أحد كبار علمائنا، واللي أحد من كبار أهل العلم المعاصرين جدد وأحيى العمل بها مرة أخرى، فتحت باب فرج لكتير مثلا من الموظفين اللي بيطلعوا على المعاش ويقفل الشهادة ويحطها ويكمل منها على، فبتبقى باب رحمة لاجتهاد العلماء ده، بيبقى فيه رعاية ونظر وإدراك دقيق للواقع. فدي من هذا المنطلق، إذا كنت بقى أو مش لازم يبقى حتى من طبقة بعض الموظفين، إنما هناك بعض الناس اللي مثلا بيجي لها أرض بتورث حاجة تقفل شهادة وما عندهاش وظيفة وقفلها شهادة وهي بتعيش منها، ويضرها الانتقاص من الأصل، إنها لو طلعت على الأصل والثمرة بتاعتها 2.5%، فتأخذ بهذه الفتوى اللي هي 10% على الأرباح اللي بتجيلك، سواء الأرباح دي شهرية ولا سنوية بحسب ما هي بتجيلك، طلعي 10% على الأرباح فقط عملا بهذه الفتوى. لا أنا عندي إمكانية وهي لن يضري، وعايز أخد بالأصل، عندك الأصل هيبقى على الأصل اللي عندك كله من بعد ما المال يبلغ نصاب ويحول عليه الحول، بطلع 2.5%. يا صاحبة السؤال يا هدى، سجدة التلاوة جات لك في كتاب قلوب عامرة بالذكر بتاعها بكل شيء، لكن انت بتتكلمي بالنسبة بقى الشق التاني اللي انت كنت تسألي عنه، سجدة التلاوة أثناء الصلاة، ان احنا واحنا بنقرأ جات سجدة التلاوة، طبعا بتعملي تكبيرة ثم نزول للسجود وبعدين لتقولي الأذكار سواء التسبيح أو الذكر الوارد، وبعدين تكبيرة وتكبري تاني عشان تقومي تكملي التلاوة بتاعتك والصلاة بتاعتك، تكملي باقي الهيئات والأركان. طيب حكاية بقى الصلاة الشائعة إنها في آخر جمعة من رمضان، مش أنا مش عارفاها شخصيا يعني، لكن هذا طبعا يعني باطل لا أصل له، باطل لا أصل له، ما فيش صلاة الواحد يصليها في آخر جمعة في رمضان تسقط من عليه كل الصلوات اللي ما صلهاش، لا ده دين الله أحق بالقضاء، اللي أنا ما أديتش الصلاة في وقتها فدين في رقبتي، يبتدي الإنسان يسدد ديونه مش يهرب منها في صلاة، والبدع اللي بيطلعوا بيها ده مش بدع حتى، دي خزعبلات يعني. في سؤال تاني بالنسبة اللي كانت بتطلع الزكاة، وبعدين الزكاة دي بعتت الزكاة لجدها واتسرقت من جدها الزكاة، هل تسقط الزكاة من عليها ولا لا؟ في ضابط في المسألة دي يا دعاء، تسقط الزكاة إذا لم يكن هناك تقصير في حفظ المال، سواء منك أو من اللي انت أوكلتي له إنه يطلع، لأن أنا وكلت غيري هيطلع الفلوس دي، ما فيش تقصير مني ولا ما فيش تقصير منه يبقى برأت الذمة، لا في تقصير، لو حصل تقصير أو إهمال فلابد من ضمان هذا الحق بالسداد، سواء من حضرتك أو من الجد اللي ضيع منكم، يعني أهمل المال رماه في حتة والمكان مفتوح ممكن حد ياخده، أنت أوكلتي له هذا الأمر، فلو هو كان سببا في ضياعه ضمن يسدد الحق ده، لأنه لم يصل إلى الفقير. تمام يا صاحبة السؤال. في بس حاجة لو معانا دقيقة بس، عايزة أسماء كانت كلمتنا من حلقتين من الأسئلة اللي بقيت، بقي معانا سؤالين، هي على خلاف شديد مع والدها ومع أخواتها، ويكلموا جوزها ويقولوا له أنت مرات أنت، أو يقولوا له خليها عندك ولو جات لنا احنا هنضربها، وبعد كده يقولوا لها ما أنت مرتاحة أنت عايزة مننا إيه؟ أنا سألتها السبب إيه؟ هي قالت لي ما فيش سبب. رجعت سألتها أنت كنت بتديهم حاجة؟ قالت انا كنت بديهم لما هم بيطلبوا مني، وساعات كنت بدي من نفسي ودلوقتي ما بديش. يا اسماء انت طبعا الواحد عشان يحس انه بيعامل اهله او بيود القرابه بتاعته عشان بالعطاء، وهم يعني مرتبين ده على ده لانه هو ده في ظني السبب، انا ما اقدرش انه تقولي لي ما فيش سبب وهم بيعملوا كده، لا أنا في ظني من خلال ما سألتك والله أعلم أن هذا هو السبب، هو امتناعك عن أن أنت بتدي، ربما أنت ترجعي تاني مرة تواليهم بالعطاء وبالحنان، يمكن عشان كده عاملين يقولوا للزوج هي مرتاحة هي مرتاحة، فمش عايزين أحقاد، أنت اعملي ده لله، هم مش قصدين من الصلة ربنا عايزين عطائك، اعملي أنت لله اللي تقدري عليه من غير تكلفة عليكي، بحيث أنك يعني تطلبي هذا الود عشان انت متضايقه جدا وكنت بتبكي، وفي نفس الوقت ادعي لهم بصلاح الحال، يعني هي طبعا صله رحم قويه،
وهم اللي انت ما عليكيش شيء. انا بقول لك ده من باب النصيحه، انك تحاولي بس نصلح الحال، ولعل مع الدعاء والاحسان اليهم ينصلح الحال. لكن انت من جهه الحقوق ليس عليكي، ما انتش ماموره بشيء تديه لهم. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. على كل حال حتى قرابه انا كنت متعوده اديهم، وحصلت لي ظروف ما بقتش ادي، يبقى القول الطيب هو اللي ما بيننا يكون قائم. نفس الحال ادي من باب انك يعني تصلحي الحال حسب لله، رغم ان هما ما فيش الوصل القائم على انه لله، لكن انت اعمليه لله وادعي ربنا بصلاح ذات البين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك اللهم نصرا عزيزا، نسألك اللهم نصرا عزيزا، نسألك اللهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما. يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولكل من له حق وفضل علي، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.